في حياة الأمم والشعوب لحظات ومواقف لا تنسى، غيرت مجرى الأحداث وفرضت نفسها على صفحات التاريخ، نستلهم منها لبناء حاضرنا وصنع مستقبلنا، لتبقى دائما حاضرة في ذاكرة الأمة. في 13 من ديسمبر عام 1954 رفرف علم مصر على ناقلة للبترول حديثة الصنع، الناقلة نصر. فقد طورت شركة مصر للملاحة البحرية مع شركتها شركة الإسكندرية للملاحة البحرية ناقلة البترول نصر بأحدث المعدات في سبيل بناء مجد مصر، وذلك تطبيقا لسياسة العهد الجديد لحكومة الثورة والذي يهدف إلى تدعيم الاقتصاد المصري. في 13 من ديسمبر عام 1954 حضر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر احتفال سلاح الفرسان الذي قام بتكريمه وتجديد العهد له ولزملائه، وقد صادف هذا الاحتفال وجود الرئيس إسماعيل الأزهري، وقد أحيا الاحتفالية الموسيقار محمد عبد الوهاب. في 10 من ديسمبر عام 1959 تم افتتاح معهد الاستعلامات، وقد أناب الرئيس جمال عبد الناصر الأستاذ عبد القادر حاتم نائب وزير شؤون رئاسة الجمهورية لحضور حفل الافتتاح، وقد حضر الحفل عدد من الوزراء والأدباء والصحفيين. في 12 من ديسمبر عام 1990 بدأ إرسال القناة الفضائية المصرية أول قناة رسمية فضائية في مصر، وبعد ذلك في عام 1997 تم إطلاق القمر الصناعي المتخصص للاتصالات الفضائية نايلسات 101، وقد بدأت القناة الفضائية المصرية كأول قناة فضائية عربية، ثم توالى إطلاق المزيد من القنوات ومنها مجموعة قنوات النيل المتخصصة. في 13 من ديسمبر عام 2014 منح الرئيس السيسي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدد من علماء مصر ونوابغها الحاصلين على جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية في العلوم لعامي 2012 و2013 تقديراً لجهودهم في البحث العلمي في مجالات الطب والهندسة والعلوم والزراعة والهندسة الوراثية. عقارب الساعة لا تتوقف ليمر الزمان ويتغير الواقع
لكن تبقى هناك لحظات حاسمة تظل حاضرة في ذاكرة الأمة.